يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. احنا معانا منور لنا الاستوديو امرايا صغننه هنتعرف عليها سوا. هي واحده من بطلات النادي الاهلي، لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر لتنس الطاوله والملقبه بالمعجزه. الحقيقه كل ابطال العالم تحت سن 15 سنه اشتكوا منها يا مر الشكوى. حصلت المركز الاول في التصنيف الدولي للفتيات لتنس الطاوله تحت سن 15 سنه، وده كان اول انجاز تستقبل بيه 2020. وبرغم سنها الصغير اللي لم يتجاوز 13 سنه، بس هي بطله دوليه حصدت القاب وميداليات كتير جدا. وفي 2019 حصلت على الميداليه البرونزيه لبطوله العالم تحت سن 15 سنه في بولندا، وهي الميداليه الاولى من نوعها اللي بتحصل عليها مصريه او افريقيه في تاريخ البطوله. بنرحب بيكي هنا منورانا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ايه الشغل الجامد ده؟ لا ما شاء الله عليكي هنا. اولا انت زي القمر ما شاء الله عليكي، واحنا يعني متوقعين لك مستقبل عظيم وترفعي اسم مصر يا رب دايما والاهلي يعني في العالم كله. عايزين نسمع منك، يعني انت خدتي مركز اول تصنيف عالمي لتنس الطاوله وكمان تحت 15 سنه، فعايزين نعرف منك كده انت احكي لنا. انا بدات اول حاجه في النادي بدات وانا عندي 4 سنين، كنت صغيره قوي فاصوي الترابيزه، وبعدين وبعدين بدات اتمرن في النادي، وبعدين قالوا لي انت ممكن تبقي كويسه احنا نركز معاكي وكده، وبعدين بدات ابقى من 12، وبعدين دخلت منتخب مصر وانا عندي 7 سنين ما شاء الله. وبعدين بقى سافرت بطولات وانا عندي 7 سنين، سافرت بطولة الصعيد، سافرت بطولة الجزائر، وسافرت وبطولة الجزائر الحمد لله كانت اول بطولة ليا، تاني بطولة دولية واخدت فيها اول تحت 12 وتاني تحت 15. بس كل الكلام ده بيأثر على المذاكرة والدراسة؟ لا بس شكلك شاطرة. انا على طول مركزه في الدراسه، يعني برافو. مثلا وانا مسافره باخد الكتب اذاكر معايا، وانا في الاجازه على طول بحاول حتى لو ما فيش مذاكره اذاكر عشان يعني ابقى جاهزه للسنه الجايه وما اتاخرش عنهم كده. مثال مشرف حبيبتي والله بجد. خلينا بقى اعرف معاكي، لان انت كنت عامله على السوشيال ميديا كده تحدي هنا. طب انا مش عايزه اتكلم، خلينا نسمع منك التحدي اللي انت عملتيه وعملتيه لمين؟ محمد صلاح. انا طبعا كنتش اصدق اصلا ان هو هتوصل له، انا كنت بس يعني بقول لو ممكن تحصل. انا كنت مبسوطه قوي، مامي قالت لي يوميها محمد صلاح اتحدي في ماتش تنس طاوله، ماتش تنس طاوله صح كده، ورد ووافق بس لسه ما حددتوش امتى. عشان الكورونا جت، بس ان شاء الله تحصل قريب يعني نتقابل. واحساسك ايه هنا وانت بسم الله ما شاء الله انت دلوقتي بطله عالميه بالمعنى الحرفي وانت لسه في السن ده؟ يعني كل الناس المتخصصين والمحترفين في اللعبه كلهم عارفينك اسما وشكلا، ايه احساسك بقى وانت رايحه المدرسه كده وانت لسه راجعه مثلا ايه بمركز اول على مستوى العالم؟ ببقى مبسوطه قوي، وكمان يعني بركز ان انا يعني كل ده بيحصل فبيحفزني اكتر ان انا ابقى اعمل احسن عشان افضل اتحسن عشان كل الناس تبقى مبسوطه مني على طول. ايه اكتر تكريم يا هنا حسيتي فيه انك مبسوطه قوي؟ واضح انه كتير بسم الله ما شاء الله من كترهم تاهت مننا. يعني انت كم تكريم حصلتي عليه؟ حصلت على تكريمات في المدرسة كتير، وحصلت على تكريم قبل كده من رئيس الوزراء وزير الرياضة الشباب والرياضة، وده كان برضه حاجة حلوة، دي من أحسن الحاجات طبعا حاجة حلوة. وأخدت كمان من كابتن محمود الخطيب، وده كان برضه يا عم مين قدك يا عم. شغل عالي ده، شغل عالي اللي بيحصل. طب أنا عايز أسألك، عادة البنوتات الأمارات الصغيرين اللي زي كده وبالذات في السن اللي أنت ابتديتي فيه تحترفي، عادة البنات بيحبوا مثلا إيه؟ باليه، جمباز، يعني في ألعاب معينة تحسيها بنوتاتي أكتر، انت اشمعنى رحتي لتنس الطاوله؟ انا كده اصلا قبل ما العب تنس طاوله لعبت جمباز ولعبت هاندبول وسباحه. اوكي. اول حاجه بداتها جمباز عشان اللياقه الليونه وكده، وبعدين بدات سباحه، وبعدين كنت بلعب هاندبول، بعدين بدات تنس، لعبت تنس طاوله مع الهاندبول، قالوا لي لازم تختاري واحده ما بينهم. قلت لهم طب انا خلاص انا هختار تنس طاوله، حسيتها هي دي اللي انا هبقى كويسه فيها والحمد لله اختيار صح وبقيتي فعلا. الحمد لله. بصي هنا انا بس عايزاكي توعدينا ان انت ما تبطليش، انت ما شاء الله موهوبه جدا ووجه مشرف كمان للمراه،
وهتكلم هنا تحديدا عن المراه المصريه، وانا من انصار المراه جدا يعني. فانا اتمنى ان انت لما تكبري ما يعني ما تتوقفيش، احنا عايزينك كده ترفعي اسم الاهلي واسم مصر. توعدينا؟ اوعدكم. طيب بصي بقى يا هنا، احنا كنا في بدايه الحلقه، انت عارفه ان انت معانا في اول حلقه من البرنامج خالص، فاحنا اتشرفنا بيكي وعايزينك معانا كده تسمعي بعض ردود الافعال اللي حقيقه سعادتنا جدا يعني. خلينا نقرا مع حضراتكم بعض ردود الافعال اللي جت من الجمهور العظيم، جمهور الاهلي على صفحتنا. وائل السيد بيقول عظمه. نسرين سعد احلى مع احلى اهلاويه، مبروك دايما الاهلي فوق الجميع. سلامه بيقول كل الدعم والتوفيق. شريف الشرقاوي بيقول الفخر والاعتزاز بالاهلي. محمد عماره بيقول الصبح الواحد سايب شغله وقاعد متابع قناه اعظم اعظم نادي، دي حاجه تشرفنا حقيقي. محمد الصياد صباح الفل، يعني تعليقات كتيره جدا جدا. داليا صباح الفل، كله بعت على الهاشتاج، وفي ناس كتير كانت برضو بتقول التوقعات اللي خاصه بالماتش النهارده الودي اللي كنا طبعا بننوه عنه في البدايه، وتوقعات حضراتكم ايه. ان شاء الله ان شاء الله هنفوز، ان شاء الله الاهلي هيفوز دايما ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. ميرسي جدا ان انت كنت موجوده معانا، وكل سنه وانت طيبه. وطبعا اكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. للاسف الوقت جري بسرعه جدا، انبسطت جدا ان انا كنت معاكي النهارده. شرف ليا يا فندم، شرف لينا نكون كمان مع حضراتكم. استنونا بكره حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.